بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا في مقر المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني. هذا المنظمة هذه تنشط على مستوى الوطن وخاصة ولاية بازا. عندنا مكتب في ولاية بازا ومكتب محلي في بلدية الشمشان. إذا الانطلاقة الأولى هذه احنا بديناها قبيل احتفال بعيد الفطر إن شاء الله، وفضلنا باش هذا العائلات المعوزة اللي عندها أطفال صغار من سنة إلى 10 سنوات إن شاء الله. حنا المرحلة الأولى راح يستفادوا 250 عائلة مهما كان عدد الأطفال اللي عندهم بنون أو بنات، وإن شاء الله يعيدوا كما الناس عارفين باللي العائلة الأسرة الجزائرية وخاصة المنطقة نتاعنا اللي فيها مستوى البطالة مرتفع جدا. فضلنا باش نحاولوا كيفاش نفرحوا هالايتام، هذا الفقراء، هذا المساكين، هذا المحتاجين. وان شاء الله كاين مرحله ثانيه فيها يكون توزيع مواد غذائيه على هذه العائلات كذلك المحتاجه. وفي المستقبل ان شاء الله كاين نشاطات اخرى ندخلوا في التربيه، في الثقافه، في السياحه، في شتى ميادين، وين هذا المنظمه هذه ان شاء الله تبان وتبرز فيها ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله.